المواطنون العراقيون وبالأخص البغداديون الذين لم ينتموا للأحزاب السياسية هم راضون عن النتائج، أما الذين ينتمون للأحزاب السياسية وخاصة الفصائل التي لديهم مال والسلاح غير راضية وغير قنوعة بالنتائج، كونهم لم يحصلوا إلى سقف طموحاتهم وأحلامهم الوردية أن يحققوا أعلى قدر ممكن من النتائج. يعني كتلة حقوق كما صرح العرداوي اليوم أنها بعت إلى جهات سياسية، إذن الوضعية السياسية إذ لم نقل أنها ستذهب إلى الصراع والمال إلى الصراع عفوا والدم، أنها ستدور لدائرة مفرغة، هنالك جدل قائم بين أنها تحصل ولا تحصل. وبالتالي مفوضية الانتخابات قالت مرارا وتكرارا ان الطعون هي لن تؤثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات. اذا لو ننظر الى الجانب الاخر من الانتخابات وننظر طيب. نترك انه نعم 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 اكمل مهدي اسمعك. اي لن ننظر الى قتال صراع شيعي شيعي، يعني ننظر الى ان هذه العمليه الانتخابيه ستظل تدور في دائره مفرغه. الأحزاب يريدون أن يشكلوا الأحزاب المقعد الأكثر، أما هنالك الأحزاب وكما صرح مقتضى الصدر أنها راضي وقابل على نتائج الانتخابات كما طرحت الأحزاب.